انا فترة رجل اخترت اي معلش انا خير اجمع بيداتي الله حبيب ناتك مشاه الله حبيب المهم الخوت بعد ما الحمد لله ريحنا مع داك السيد اللي الصراحة الله عمر هضر ريحنا معاه عمرنا اتاي كيف ما لاحظتوا معي في الفيديو ارتاحينا بعد واحد شوية خلانا كان نديرو الأرجوحة في هذيك اللعيبة الصراحة عجبتني زوينة بزاف سولته قلت ليه واش كاين شي ضايد ديال الماء هنايا ولا منابع ديال الماء قال لي غتمشي لقدام شوية راه غادي تلقى واحد المنابع ديال الماء هذوك المنابع راه نقيين وصالحين الى قال لي حتى الا بغيتي تعوم قال لي عوم علاش لا انا دابا غادي نمشي باش نبارطاجي معكم هذوك الضياد ديال الماء وتعرفوهم في كاينين المهم الخوت وصلنا لدوك المنابع ديال الماء دوك الضيات اللي قلت لكم كاينه هنا وحده وكاينين قدام هي شي وحدات ضروري غادي نمشي وغادي نبارطاجي معكم هذوك الضيات مي اول حاجه الخوت غادي نديروها هي غادي نوريكم الضيات اللي كاينين هنا الصراحه هاد البلاصه هذه راه واعره والا كنتو عقلتوا واحد الفيديو كنت درتو على قلميم باراديس قلميم صوروا معايا الحجار اللي كاينين هنايا راه بحال دوك الحجار اللي كاينين في باراديس ديال قلميم خلي لكم واحد الرابط في اسفل الفيديو في الوصف دخلوا وتفرجوا في باراديس قلميم اللي باقي ما تفرجش في الفيديو هذا غنخليه ليه صندوق الوصف شتا الخوت هاد المنبع هذا ديال الماء وكيبان لكم نقي نقيقي هاد الماء هذا شوف كيفاش داير الا هنا اللي كاين واحد شويه ديال الوسخ مع كيجي الماء من الفوق شتو منين كيجي الماء كيجمع ليه كيهود 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 هاد البلاصه هادي بحال بانت لي عامره بشي حاجه ما عرفتش تبان لكم ولا ما غاديش تبان لكم شتوها المهم هاد البلاصه هادي الوسط الصراحه كيبان ليا تما الماء نقي وكيبان ليا بحال غارق راه ما كيبانش هاد البلاصه هادي راه ما كتبان ما هنا راه كيبان مي موحد حاجه خوت راه مازال كاين اللي قدام بزاف ديال الضيات انا غير كنبغي نختصر لكم يعني كنبغي نختصر لكم شنو كاين دابا غير في القدام ديال هاد الواد هذا بعض الضيات هنايا ما راه القدام الا مشينا لقدام راه غادي نلقاو بطبيعه الحال بزاف ديال الضيات هذاك الشيء اش كنشوف انا غير الوقت الا جيت ندير لكم نصور لكم الضيات كامل غيجيكم فيديو طويل داكشي كنبغي نختصر لكم الخوت خوت كنت كنغسل رجليا هنايا ولكن شوف واش لقيت جالس بوحدو شتو ولا ما شتوش شتو جالس بوحدو واحد الطوير ما عرفوش كيطير ولا شي واحد بدا تنقرب ليه لا والله الا كيطير بالله كان جالس بوحدو مسكين هنايا بحالي ارتاحيت بعدا تما واحد شويه غسلت ارتاحيت واحد شويه لقيت ماشي 20 تما كيديروا الغدا صراحه عرضوا عليا باش كتعرف الناس ديال اكادير الله يعمر هضر الصراحه من هذا المنبر هذه كنبغي نحييهم صراحه وقفوا معايا وقفه زوينه الناس ما كنعرفهم ما والو شافوني كنصور قالوا لي اجي تغدى معنا قلت لهم لا غير بصحه وراحه حيت مازال خصني ندير بزاف ديال الحوايج ولكن عرفتي شنو هي دابا المشكله ملي غادي ندوز ونمشي المهم الخوت كنبغي نقول لكم واحد النقطه اللي هي التي كنطلع طلعين الدول لا شايف وصلت كنزل واو مشكلة المهم الخوت كيف ما قلت لكم تلاقينا مع 20 تما الصراحة عرضوا عليا ما كنعرفهم وما كيعرفوني باش كنعرف الناس ديال أكادير الله يعمر هضر كيرحبوا بك كيعرفوك براني كيرحبوا بك المهم الخوت هادشي اللي كان هنايا غادي نزيد مازال قدام باش نوريكم شي ضيات صراحه اللي ماشي بحال هاد الضيات هادو هادو غارقين بزاف وما ننصحكش تجي تعوم هنايا الا بغيتي تعوم ضروري كتشوف شي ضايه اللي تكون نقيه المهم الخوت لقينا هنا واحد ضايه اللي كتبان ليا غارقه بزاف ماش كتبان لكم ولا ما كتبانش لكم
شتو كيفاش دايره سبحان الله باش كتعرفوها غارقه بهاد الكحوليه هادي اللي كتكون في الجنب. واو سمحوا لي بزاف حيت كاين هنا البرد يمكن ما غاديش تكونوا كتسمعوني بزاف. المهم بات لي هنا واحد الضايه صراحه اللي زوينه زوينه بزاف وغير خليها الله جيت لواحد البلاصه كتزلق خصني غنزلق ونمشي نيشه الماء. المهم شتو كيفاش دايره الخوت صراحه واعر واحد السيد هنا كيعوم هو فرغطس شتو هو دابا يبان لكم. المهم غادي نجيب الدوره باش نكون هنايا شتو الخوت كيفاش دايره الضايه من الفوق كتبان ليا واعر بانوا ليا شي قوار كيعوموا هنايا في هاد البلاصه هادي ضروري غنمشي عندهم. المهم الخوت بعد ما سالينا الحمد لله دابا من هنايا وريتكم العيون اللي كاينين هنايا ولا الضايات اللي كيكونوا هنا كيعوموا فيهم الناس كيف ما كتلاحظوا معايا راهما الكوار كيعوموا هنايا هاد البلاصه كاع الصراحه بلاصه اللي واعره وما غارقاش بزاف ولكن راه كاينين العيون اللي كيتراوح العمق ديالهم ما بين 4 متر وحتى 6 متر الخوت. ما زعمتش انا باش نعوم الصراحه حيت ما جايش نعوم جاي غنبارطاجي معكم اشنو كاين في هاد البلاصه هادي ديال باراديس اكادير حيت صراحه بلاصه اللي واعره 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 بزاف على باراديس ديال القلميم حيت صراحه فاش جيت لهنايا وشت داكشي وبارطاجيت معكم الحوايج اللي كاينين هنايا هاربين بزاف بزاف على باراديس ديال القلميم. المهم هادي بعض المعلومات اللي بغيت نشاركها معكم. هاد البلاصه هادي كيجيو لها السياح بزاف على اساس اش على اساس داك الماء ديالهم داك الماء ديال هاد العين هادي ديال باراديس ما زوين راه غير قبيله ملي غسلت رجلياتي حسيت بالراحه والله حتى الصراحه الخوت كنقول لكم الا بغيتو تجوا لهاد البلاصه هادي جو ليها والله ما غادي تندموا حيت كنبارطاجي معكم اي بلاصه كنجي ليها وبالضبط هاد البلاصه هادي ديال باراديس والله حتى شي حاجه اللي واعره وكنصحكم الخوت باش دوزوا هنا شي ويكاند ولا دوزوا شي 3 ايام هنا علاش لا جي تريبي مع راساتك. هادشي اللي كاين الخوت ودابا غادي نمشيو باش نتغداو ان شاء الله حيت صراحه داك السيد اللي كنا معاه قبيله هو اللي قالها لي مسكين عرض علينا وقلت ليه غادي نجي علاش لا باش كتعرفوا الناس كرماء في هذه المنطقه هذه ما غيخصك خير خصك غتكون انت في شكل راه ما غادي يخصك خير الخوت. الخوت بالنسبه للباراديس ديال اكادير راه فيه بعض البلايص الصراحه اللي واعرين بحال البلاصه هذه اللي ورايا الصراحه كيكونوا هنايا كافيات كيكونوا هنايا بعض الاماكن الصراحه اللي زوينه باش الا جا انسان بعدا ما يلقى فين ياكل راه كاينين بحال البلايص هذو الصراحه اللي زوينين وضروري غادي ندخلوا نضربوا فيهم دويره بطبيعه الحال بعد الاذن ديال الناس اللي كاينين هنايا صراحه بلاصه اللي واعره وانتم كيف ما كتشوفوا معايا بلاصه الصراحه اللي زوينه واحد المتنفس على الساكنه ديال منطقه اكادير. كنبغي نحييهم من هذا المنبر هذا الصراحه انسان ما كيعرفك ما والو وكيتعامل معك يدير معك وجيسات الصراحه اللي زوينين وكنصحكم باش تجوا لهذه المنطقه هذه حيت الصراحه منطقه اللي زوينه زوينه بزاف وكيف ما كتشوفوا معايا وكنبارطاجي معكم كل شيء على فان انتم 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 الخوت تحيه لكم كاملين. هذه هي النهايه ديال الفيديو ديالنا على باراديس اكادير صراحه كانت واحد الجوله اللي زوينه زوينه بزاف قررت باش نبارطاجيها معكم علاش لا باش تيلا عجبكم هذا الفيديو هذا تجو وتضربوا دويره هنا انا كنسهل عليكم ماموريه كنوريكم بلايص اللي زوينين كنبارطاجي معكم اي حاجه كنديرها. المهم الخوت كان معكم صلاح فلو فيتنس من القناه ديالي ما تنساوش لايك ما تنساوش كومونتير زوين تحية لكم وفيديو جاي ولا فلوق جاي ان شاء الله الخوت تحية لهاد الفراج هذا اللي كيغوت باي باي.
الخوت نسيت ما شاركش معكم بعض المعلومات باش اللي بغى يجي لهاد البلاصه هادي ديال باراديس اكادير يكون عارف على هاد المعلومات. ومن اهم المعلومات بشحال بعيده باراديس على اورير ب 25 كيلومتر، وبالنسبه ما بين اورير حتى السونتر ديال اكادير تقريبا 12 كيلومتر حتى 13 كيلومتر، يعني ما بين 35 كيلومتر في التوتال حتى 37 كيلومتر. هادو بعض المعلومات الخوت اللي بغي نبارطاجيهم معكم. وبالنسبه خوتي للثمن بشحال جيت من اورير حتى الباراديس 20 درهم باش جابني ترونسبور. بالنسبه خوتي للثمن باش تجي من اكادير لاورير 8 درهم، يعني توتال 560 باش الا بغيتي تجي لهذا الباراديس ديال اكادير. هادو بعض المعلومات اللي نسيت ما شاركتهمش معكم، اضطريت باش نرجع حتى لهاد البلاصه هذه كما كتشوفوا معايا. وراه الباركينغ شو باش اللي عنده شي ترونسبور شي حاجه راه كاين الباركينغ ليها. المهم الخوت هادو بعض المعلومات اللي بغيت نشاركهم معكم باش كنقدر نختصر لكم انايا شحال ديال الحوايج. المهم الخوت تحيه لكم وبيس لكم كاملين، تهلاو ليا فراسكم.